النهارده مصر بتحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، الملحمة الخالدة اللي بتمثل أعظم انتصارات الأمة في تاريخها الحديث، واللي أيضا بتعكس كفاءة وبسالة قواتنا المسلحة والإرادة الصلبة للمصريين عندما تتجاوز الصعاب وعندما تحقق الانتصارات. صحيح يا مصطفى، خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الدروس المستفادة من ذكرى انتصار العاشر من رمضان. ضيفنا المنور في استوديو صباح الخير يا مصر اللواء عادل عمدة، الخبير في الأكاديمية العسكرية المصرية. صباح الخير حضرتك يا فندم، واهلا بيك معنا في صباح الخير. اهلا استاذ جمانه، اهلا استاذ مصطفى، كل سنه وحضرتك طيبين، الشعب المصري والعربي كله بخير. احنا بنحتفل بذكرى يعني اعتقد لها عمق وليها يعني مردود على كل العالم العربي وليس جمهوريه مصر العربيه فقط، لانها كانت استعاده العزه والكرامه المصريه والعربيه في نفس الوقت، والتاكيد على ان مصر دائما ابدا لن تنسى حقها وما ضاع حق وراءه مطالب. احنا في شهر مارس دلوقتي، وشهر مارس يعني متزامن مع شهر رمضان، والاثنين يعني حظوا بكثير من الاحداث او المجريات اللي كانت ليها بصمه في التاريخ المصري. يعني احنا عندنا 9 مارس يوم الشهيد، عندنا 19 مارس امبارح كان استعاده طابه وتحرير كامل الارض المصريه، اللي جت على كنتيجه ايجابيه او كنتيجه حتميه لانتصار 73 او اكتوبر 93 او رمضان 93. فانا عايز اقول هنا في ايه ترابط بين التزامن وتواكب للاحداث الايجابيه والاعياد القوميه والدينيه المتناسبه مع بعضها في ظل يعني احتفلنا بشهر رمضان، وفي نفس الوقت نحتفل ب10 رمضان، ونحتفل ايضا بتحرير طابه، ونحتفل ايضا بيوم الشهيد، كل ده في فتره وجيزه لا تتعدى ال 10 ايام. بكل تاكيد سياده اللواء، لكن يمكن احنا بالنسبه لنا يمكن حرب اكتوبر الحقيقه من اعظم الانتصارات مش بس المصريه زي ما حضرتك قلت، لكن ايضا العربيه. ولكن دلاله اختيار ايضا تاريخ العاشر من رمضان ليه دلاله قويه، يعني احنا بكل تاكيد اختيار التاريخ نعلم أنه كان له خطة وكان له استراتيجية وكان ليه عوامل معينة لاختياره، لكن كمان اختيار يوم العاشر من رمضان تحديدا شهر رمضان المعروف أن الأمة الإسلامية كلها تبقى صايمة فيه، وبيعتبر أن من الأيام اللي بتبقى شوية ممكن يكون القوة البدنية والجسمانية بالزبط فيه قليلة، وبيبقى يعني الظروف نفسها بتبقى أكتر مختلفة عن الأيام العادية. شوف حضرتك، أولا هو اختيار شهر رمضان تواكب مع 6 اكتوبر والاثنين في نفس، او يعني 10 رمضان مع شهر اكتوبر. الشهر ده ليه طبيعه جغرافيه معينه، زائد اضافه الى ان يعني بتدي بعد اطار خطه الخداع الاستراتيجي ان العدو ما يعتقدش انك في شهر رمضان هتحارب. فدي جزئيه ايضا مرتبطه بالعوامل الجغرافيه والعوامل البيئيه والعوامل الدينيه ايضا، ما هناك يعني تواكب او تزامن او تجانس بين علاقات مختلفه ادت الى هذا النصر المبهر. زي حضرتك قلت في بدايه كلامك ان ده نصر اذهل للعالم، بل وهو بيحتفل بيه العالم العربي كله. وبالمناسبه يعني في اطار خطه الخداع واختيار هذه الايام حدثت المفاجاه، والمفاجاه دي مقرونه بالقوات المسلحه المصريه. يعني احد عناصر القتال ومن حشد وعوامل كثيره جدا من ضمنها المفاجاه. المفاجأة دي مقرونة بالقوات المسلحة المصرية، لأنها فعلا برعت في أنها تحدث المفاجأة، وبالتالي تحقق النصر. اللي بيحقق المفاجأة وبيكسب الأرض أولا ويباغت بالهجوم هو اللي بيبقى منتصر، بيحقق انتصار، وده اللي حدث بالفعل. لأننا تغلبنا على تحديات كثيرة جدا جدا ارتباطا بتحديد التوقيت، وحتى الساعة 2 الظهر، يعني 2 الظهر دي استحالة الصايم بيجهز فطاره عشان يفطر. التوقيت ده جرت العاده على ان الحروب في اول ضوء في اخر ضوء، انما اما اجي في نص النهار كده واعمل حرب فده دلاله على ان انا لا كان شيء غير متوقع. بالظبط، المفاجاه اللي ترجمت كلمه المفاجاه واللي حققت في اطارها خطه الخداع. خطه الخداع في اعداد متطلبات الحرب دي كانت ملحمه في حد ذاتها، ثم بعد ذلك اختيار التوقيت ودلالته مع ملحمه في حد ذاتها. صحيح، القياسات القياسات الجغرافيه والطبوغرافيه لطبيعة القناة والمياه والبد والجزر وحركة القمر والشمس كل ده كحسابات فلكية طبعا قدرت تضفي على الانتصار إبهار. صحيح، وكانت النتيجة بالظبط يعني بالزبط. فكل ده كان مترجم يعني محسوب حسابات دقيقة، ده دلالة على أن المخطط البارع اللي خطط لهذا التوقيت واختاره من المصريين ذا عقيدة قتالية راسخة تؤكد على أن النص أو الشهادة هي دي اللي جواه. طب أرجع شوية، إدارة التخطيط في القوات المسلحة لو رجعنا شويه قبل 10 رمضان، ازاي اختارت التوقيت ده؟ الحكايه بتاعتها كانت عامله ازاي؟
ما نشر في الجرائد الرسمية عن عمرة رمضان وخروج الضباط المصريين لأداء العمرة. كل الأشياء دي إزاي تضافرت علشان ينجح هذا اليوم؟ نبدأ من إدارة التخطيط. شوف، أولا هو بداية التخطيط كان لازم أعرف المستوى، أنا وصلت فين أو عندي إيه إمكانيتي. أنا ما حاربتش في 67، عملت عمل استنزاف في خلال الفترة من 67 وحتى بداية السبعينات. دي كانت كلها مرحلة في اللي هي مدة الألف يوم الأولانيين، دي قسمت على ثلاث مراحل وكانت النتيجة بتاعتها إحداث خسائر كبيرة في العدو. بدأت منذ هذه اللحظة في إعداد القوات المسلحة. أنا بدأت من يوم 7، يعني بعد 5 يونيو، 6 يونيو بدأت، 5 أيام وعملت ملحمة، 21 يوم عملت ملحمة، 21 أكتوبر عملت ملحمة، يعني في كل ده ماشي متزامن مع بعض بعد 67، إلى أن وصلت في النهاية إن أنا مجموعة من الملاحم البطولية اللي أجرتها عناصرنا وقواتنا المسلحة اللي أثبتت بما لا داعي مجلا للشك إنها فعلا ما حاربتش في 67، وكان لازم نترجم ده الأرض واقع، إحنا أرضنا مسلوبة، وبالتالي لازم فبدأت مرحلة التخطيط. أنا عندي موانع، تحدي عبارة عن تحديات متمثلة في إيه؟ متمثلة في عبور قناة السويس، أولا انتقال القوات من غرب إلى حد خط القناة ثم عبورها، طب ثم تغلب على المانع المائي الاول ثم الستر الترابي، يعني وانا قدامي كده، ثم بعد ذلك النيران اللي جايه من العدو، الاثنين دي بدايه ونهايه، يعني بدايه النيران عشان القوات الجويه والمدفعيه اللي بتقصف عليا وانا في الغرب، او المزاغل الناريه المفتوحه اللي في فتحات اللي في الستر الترابي اللي بتستهدفني وانا راح اكمل عمليه العبور. فكان لازم اعمل دراسه مستفيضه لكل هذا الكلام، لازم اجهز طرق، اجهز قوات، اعمل مواقع هيكليه انقل ده عشان انقل القوات من غرب القناه الى الخط الامامي. طيب عملت خطه الفتح الاستراتيجي باحترافيه شديده، بدات اعمل التدفق على المعابر، انا عندي كذا معبر ادبر لهم الوسائل، يبقى لازم يبقى عندي اليه للتعاطي مع المعبر ده في ظل مد وجز، لازم اتغلب على هذا الكلام، يبقى عندي اليه ايضا للتعاطي مع الحدث ده، كل ده في اثناء العبور. طب لو ضرب احد الكباري او احد المعابر، ايه الاجراء؟ عمليه المناوره والتبادل والتوافيق، وده يجي فين وده يروح فين، لان دي تشكيلات وقوات متحركه في مسار، فلازم يبقى عندي فلسفه وعندي استراتيجيه في مهاره التخطيط هنا، ما انا بخطط وانفذ ازاي. طب الكلام ده اجري عليه تجارب؟ اجري عليه تجارب بالكامل، كل اللي انا بحكي على حضرتك عليه ده اجري عليه تجارب بالكامل في اطار خطط تعبئه تمت للقوات المسلحه في مرحلتين قبل الحرب، واحده في مايو واحده في اغسطس. فبالتالي ده برضه قال ده بيصرف 20 مليون على كل مره ولا 100 مليون على كل مره، مش هيقدر يعمل حاجه الكلام ده بقى مره ثانيه في ظل دوله يعني فقيره ماديا وكده، فمش يعني ده ايضا في اطار خطه الخداع. وصلت ان انا بدات قواتي تصل الى غرب القناه استعدادا للعبور، عملت الكباري ونصبتها والمعديات والمعابد بالكامل اكتملت، بدات خطه التدفق مع التوقيت المناسب في التوقيت المناسب، بدات العناصر تصل الى شرق القناه. طيب شرق القناه موجود فيه ساتر ترابي والميه فيها نبل والمزاغل النيرانيه بتستهدف القوات اللي في النقاط القويه، فعندي ايضا تحديات بتقابلني اهي متمثله في كثير من الامور اللي ممكن تفشل المعركه والعمليه، فكان لازم عندي اليه لفتح الثغرات، وهنا يجي دور العبقري باقي زكي رحمه الله عليه اللي قال يعني ادانا فكره الترمبات. طب ازاي نجيب الترمبات في البدايه في اثناء التخطيط ونجهزها؟ يبقى عندي فكره برضو ازاي اجيب الترمبات دي واجهزها وتبقى موجوده عشان تقدر تستخدم في هذا المجال، وكيفيه خداع الجانب الاخر ان انا اجيب احد الانواع اللي تقدر تنزل لي 250 متر في المره الواحده فبتدفع الواحده، فبالتالي عندي انا عندي فرايتي كان 50 و100 و250 فاخدت الاقوى والانسب عشان كل ده بسهل وبسرع عمليه ما المناوره دي. انا عملت 322 على تجربه عبور في مكانين، في انشاص وفي الرياح البحيري في قرب بعد القناطر كده بشويه، مناطق مماثله للقناه واعمل فيها التجربه، واعمل الساتر التراب وازاي اعمل عمليه الخلخله دي في الساتر. طب بعد ما عبرت اكيد بطبيعه الحال لما الميه بتقذف على الساتر الترابي الميه بتنزل، فبتنزل على القناه. طب ما تراكم او ما تبقى من المياه دي بيعمل عمليه بنسميها الروبه باللغه العاميه، اللي هي الارض اللي تعمل عمليه انزلاق للعربات حاله وجودها على الايه؟ على او ما تطلع من الكوبري تطلع على الطريق تقوم نازله تاني في المياه نتيجه ايه؟ ان ما فيش فرامل كده تمسكها، اتزان
في ميه نازله منهمره، في ارض مش سويه مش ثابته، فبالتالي كان لازم يبقى عندنا اليه لتواجد هذا الكلام، عشان كده ندفع معدات هندسيه في البدايه، او يبقى فيها قلابات موجود عليها بعض الدبش او عناصر مجهزه، بحيث تعمل عمليه يعني طمس للمنطقه المفيها روبه دي، وبالتالي تستطيع الاقتحام. طيب اللي بيعبر ده النبالبي دي لازم يتقفل، لان لو ما اتقفلش هيبقى فيه مشكله، المشكله تتمثل في ان النبالبي ممكن يخلي القناه حاله من الاشتعال 22 متر ب 400 درجه مئويه درجه حراره، فكل ما هو موجود كائن حي موجود على سطح القناه كان هيبات، فبالتالي كان لازم نتغلب على هذه الفتحات ونقفلها من الخلال السابقه للهجوم. طب المزاغل النيرانيه تيجي هنا، البطولات اللي تجسدت زي كده محمد ايمن شويه في 2016، عندنا ابوه وجده وعمه ابطال برضه الشهداء، عشان احنا بنحتفل بشهر مارس بيوم الشهيد. ايه البطولات اللي عملت كده؟ عملوا ايه؟ طلع بجسده الى مزغل النيراني ده ورمى القنبله ما انفجرتش، يعمل ايه؟ قام داخل بجسده على الرشاش، فجسده يسد الفوهه اللي طالع منها الرصاص بجسده هو، يستشهد لسبب ايه؟ يعمل ايه الاستشهاد ده؟ ايه نتيجته؟ ان زمايله كملوا الملحمه، ده اللي عمله محمد ايمن شويه في 2016 لما لقى احد يعني الارهابيين مفخخ بعبوه ناسفه وجاي يحتضن يرمي نفسه في زملائه عشان في عمليه المداهمه ما تتمش، راح احتضنه وجري بيه ابعد مسافه 300 متر تقريبا الى ان خرج قواه من الجري فقدر تمكن الارهابي انه يدوس على الزر بتاع التفجير بتاع الحزام واستشهد البطل الشهيد. دي الملاحم البطوليه اللي بتاكد ان مصر الحمد لله دي العقيده الصلبه لكل جندي مقاتل، عقيده واراده مع تخطيط جيد قدرنا نحقق النجاح. استمرارا لهذا العمل ما لازم خطينا بقى بعد ما حرادة النصر بدأت مع ملحمة السلام من منطق القوة إلى أن وصلنا إلى استعادة طابة برضه في شهر مارس 19 مارس. صحيح. يمكن الحقيقة أنه احنا بنتكلم على كل هذه الانتصارات والملحمة العبقرية، حرب أكتوبر أو حرب العاشر من رمضان اللي احنا نحتفي بها النهاردة، كانت نقطة خلينا نقول تحول في مسار العلاقات أو الصراع العربي الإسرائيلي. وقبل ما ننتقل لهذا المسار خليني برضو أتكلم مع حضرتك على يعني انعكاس انتصارنا في حرب أكتوبر أو العاشر من رمضان في استرداد طابة، زي ما حضرتك قلت بعد ما تم إعلان هيئة التحكيم في جنيف بسويسرا عام 88 بأن طابة أرض مصرية. النتيجة بعد الملحمة البطولية دي العسكرية كان في ملحمة تانية بتدار لاستعادة كامل الأرض، فكانت الملحمة دي عبارة عن ملحمة دبلوماسية، ملحمة تاريخية، ملحمة جغرافية، زائد ملحمة دينية أيضا. قرابة يعني ال 42 متخصص، سبعة منهم معنيين في المجالات دي كلها، ابتدوا يبحثوا ويجيبوا كل الثوابت والشواهد والأدلة التي تبرهن على أن هذه الأرض مصرية. وكان الحكم باستعادة أو بعودة الكيلومتر اللي ما كان موجود، لكن هو الكيلومتر ده كان واخد معاه سبعة يعني واخد انحراف كده، كانوا يفرقوا جدا طبعا منقوله من مكانها، فبالتالي يدي ان كيلو متر، لكن هو بالفعل 7 كيلو متر مربع يعني، فده يعني هي النسبه قد تبدو بسيطه، ولكن لا ما ينفعش ذره رمل، ده دلاله على ان المواطن المصري والمقاتل المصري لا ابدا لا 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 يقل جهدا في تفريط في الثلاث ثوابت. الثابت الاول هو الدين، والثابت الثاني هو الارض، والثابت هو الثالث هو العرض. صحيح. الثلاثة دول ما تقربش من مصر فيهم ابدا، لن ينصاع ولن يقبل بان بتجاوز حيال الثلاث ثوابت دول، عشان كده عقيدتنا راسخه جوانا النصر والشهاده. 52 يعني نقول 52 سنه او بالظبط 52 سنه من 10 رمضان، عندنا تقريبا يعني ملحمه بطوليه في ال 52 سنه دول ترجمتها الاحداث. امبارح كان السيد الرئيس بيحتفل بهذه الذكرى مع ابناء القوات المسلحه وابطالها. صحيح. مع في وجود كيانات الدوله بالكامل وقياداتها، في ترسيخ لمعنى كبير جدا بيؤكد على ان مصر الحمد لله ابدا لا تنسى ابنائها ولا تنسى الاحتفاء بقواتها المسلحه، والتاكيد على ان قدرتهم على تجاوز الصعاب ويعني نقول ايه حاله المستحيل الى حاله من التحقق. كل هذا الكلام ياتي من خلال ابناء جيش مصري من شعب مصري محاربا على ارحام النساء انجاب غير الرجال. صحيح. يعني مفتي الديار المصريه الشيخ عبد الحليم محمود وقت ذاك افتى بصيام كل من سيذهب للقتال، ولكن المقاتل المصري ابى، والمسيحي صام
مع المسلم. ولما فطروا سوا على الشط الثاني من القنال. التأثير ده ازاي على الروح المعنوية؟ المصريين ازاي قرروا يعملوا ده؟ حصل ايه؟ انا عايز اعرف كده يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي الكواليس، كواليس القصة دي كانت عاملة ازاي؟ شوف حضرتك، اولا احنا اتفقنا ان في عقيدة فتالية راسخة داخل المقاتل المصري، النصر او الشهادة. فاذا كل ما دون ذلك انا ولا بفكر في اكل ولا في شرب ولا في اي حاجة تاني خلاف الثأر، لان انا تعرضت لانتهاك في عرضي وفي ديني وفي وطني وفي ارضي، فلازم ابطر الاول الثأر، ما بفكرش في اكل ولا في شرب. الحزن ولا الحزن باللغه المصريه الاصيله، الحزن اللي جوايا والمراره اللي كانت تسمها السيد رحمه الله عليه مراره الهزيمه، ها لا لازم تزال هذه المراره من حلق كل الشعب المصري. فكان لازم اترجم هذا الكلام، ما بصيتش الاكل ولا الشرب ولا على رغم يعني احل يعني احلال او الفتوى بحلال بالافطار في هذا اليوم نتيجه الحرب والتكبد، طبعا بتكبد مشقه كبيره جدا، لكن المقاتل المصري ابى هذا الكلام في سبيل تحقيق الانتصار. يمكن ربنا سبحانه وتعالى ساعده، لانه يعلم ان هو بيعمل عمل لوجه الله سبحانه وتعالى ولوجه استرداد حقه اللي هو ربنا شرحه له واداهوله. فبالتالي القناعة هنا والإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالنصر، ما هو هتبال حضرتك إن ما كانش عندك قناعة وإرادة حديدية إنك أنت داخل على ملحمة هتنتصر فيها، يبقى مش النصر مش هيكون حليفك. فده من نتيجة إيه؟ روح معنوية عالية، عقيدة قتالية راسخة، يعني إيه؟ مرارة في الحلق عايزة تخلص، عايزة تنتهي، كفاية قعدت 7 سنين ولازم ننتهي منها، من 67 ل 73 ست سنين متتاليه، لا لازم نخلص منها في الملحمه في الوقت ده بالظبط، يعني من 6 اكتوبر ل 5 يونيو، 5 يونيو ل 6 اكتوبر، يعني تقريبا 6 سنين و3 اشهر، لازم ننتهي من هذا الكلام، لازم يخلص القصه دي، ولازم الشعب المصري يذوق حلاوه النصر ويزيل مراره الهزيمه اللي في حلقه. الاحساس ده جوه كل مقاتل مصري بغض النظر عن ديانته، احنا كلنا نسيج واحد، شعب طبعا. واحد، مصر واحد، يعني تلاقي ده جنب ده اللي بيكفن ده اللي بيدفن ده اللي بيشيل ده اللي بيعالج ده اللي بيطبب ده. وهنا ملحمه بقى عايز اذكرها في احداث، المصري جيناته ثابته وعلاقاته متوارثه وعلاقاته ماشيه في طريقها، ما اختلفتش يعني ما اتغيرش المنهج بتاعه. الحاجه فاطمه وجورج في احد المستشفيات، يعني في اثناء مكافحه الارهاب في سيناء وفي اماكن مكافحه النشاط المصري كنا بنعمله في اطار القضاء على الارهاب في سيناء، اصيب احد الابطال المصريين الملازم اول جورج، فسعيد معاه ملازم اول بطل برضه رحمه الله على الجميع، بعدما اصيب والده جورج عندها مرض في القلب، فبالتالي كان من الصعب مكان انها تعرف هذا الخبر. فبالتالي سعيد كلم مامته الحاجه فاطمه اللي جريت على المستشفى العسكري المحجبه تبحث عن جورج، ابن جورج فين، وبتجري ملهوفه وبلهفه تقعد تطببه فتره علاج والى ان يتعافى ويعود مره اخرى بناء على رغبته الى القناه الى الـ 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 سينة. الى سينا لاستكمال ملحمته وبطولته. ده 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 ده, ده, ده النسيج المصري، هو ده الشعب المصري يا اللي شايل عليه القضيه ان سعيد يستشهد. فوالدة جورج والدة سعيد يعني عوضا عن ابنها سعيد بقى عندها ابن تاني اسمه جورج. انا عايز ده النسيج المصري، لحد قال ده ايه ولا ده ايه ده ايه، لدرجه ان الممرضات كانوا مفتونين مبهورين ايه اللي بيحصل، ده المحجبه اللي بتسال على جورج ليه دي ايه، وبتقول انا والدة جورج والدة جورج هي دي يعني هي دي هويه الشعب المصري، هي دي ايديولوجيه الشعب المصري اللي من ابسط حد فيه هو كده واحنا كده ومحدش بيعرف الحقيقه مهما حاول ان هو حتى يفهم التركيبه دي. خليني برضو ارجع لنقطه المقاتل المصري يا فندم، يعني بما ان حضرتك تتكلم طبعا على شهدائنا الابرار رحمه الله على الجميع، يعني في ضغوط نفسيه، الجيش الذي يقهر، هذه الاسطوره اللي الجيش المصري دمرها، خط بارليف المنيع، شهر رمضان والعاشر من رمضان والصيام، كل دي ظروف وضغوط صعبة. يعني مهما احنا نتكلم عليها دلوقتي، مهما حاولنا نتكلم ومهما حاولنا نشرح، مش هتننقل 1% من الموقف فعلا وقتها.
ده اكيد يقول انه نوعيه المقاتل المصري، الفرد المقاتل المصري مختلفه. لاي مدى اثبت المقاتل المصري اختلافه وتفوقه في هذه الحرب؟ اولا المدى كان كبير جدا، الاقصى مدى، الاقصى مدى الدليل ان انت من اقل حققت نجاح على الاكثر. اقل مش عده، مش عده واعتاد، لا نوعيه تسليح وتطوير تسليح وتطوير تدريب، انما انت في عندك عقيده راسخه ادت الى ذلك. هاتي لجزئيه مهمه، لما يكون عندك قياده واعيه سياسيه في هذا التوقيت وفي نفس الوقت عندها ادراك لفكره الخداع الاستراتيجي وازاي قدرت تستطيع خداع الداخل ان احنا مش هنحارب، فبالتالي يترجم هذا الى الاخر ان انت مش هتحارب تقدر تحقق النجاح. لو احنا خدعنا الداخل ان احنا مش هنحارب، عشان كده كانت المظاهرات كل شويه في الجامعات تنادي بالحرب او تنادي بالاقاله، انتوا جايين ليه يعني السبب؟ فانخدع الاخر في اطار الخطه. يعني سيادتك بدات وقلت في 10 رمضان كان بدات العمره وبدات الدعوات للحج ومش عارف، والناس تسجل نفسها والناس تاخد اجازات وابتدى يعني مشاهد كده على القناه والجرايد كلها كتبت على هذه القصه. كل الناس ابتدت تدي ايحاء ان فعلا في عدم القدره على الحرب، فبالتالي اطمأن الاخر، اطمأن العدو الى انه ليس خداع الاخر مع احترام، يعني خداع الاخر مع احترام قدراته. وان انا ممكن انخدع بعكس ذلك، عشان كده احترمنا قدرات الاخر وفي نفس الوقت خدعناه، خدعنا الداخل فانخدع الاخر بان احنا مش هنحارب. وعشان كده اترجمت لما تحقق النصر كان عجوبه، كان اعجاز مش انجاز، اعجاز يتحكى بيه العالم كله. الفرق بين الاعجاز والانجاز يتجلى في هذه اللحظه، لان فعلا انت عملت عمل بكل المقومات، كل الخبراء الاستراتيجيين اجزموا، العسكريين العالميين على مستوى العالم كله انه استحاله ان تعبر قائد امله شخص واحد بس من غرب القناه الى شرق القناه. فكان من الصعب جدا ان يترجم هذا، لكن انت حققت هذا الكلام بل بكميات. انت في نهايه اليوم كان عندك 60,000 مقاتل شرق القناه. في نهايه في يوم يوم 10 من رمضان اول يوم، ده في حد ذاته ترجمه حقيقيه ان انت لا قدرت وقدرت ونجحت وحققت انتصار يبهر العالم. طب المشكك اللي بيحاول يشكك في هذا الانتصار نقول له لجنه اجرانيت هي اللي جاوبت. لجنه اجرانيت هي اللي جاوبت عليه، هي اللي حققت مع القناه الاسرائيليين كله، هي اللي ليك وقالت لك انت ايه واتفرض عاد حجم الورق اللي اتذاع منه قد ايه، والنهارده كل الورق تقريبا بعد 50 سنه بيتذاع ويتقال. ايه ايه يعني ايه التحقيقات اللي اكدت على خساره العدو الاسرائيلي هذا؟ لو القناه الوثائقيه بتاعتنا برضو كانت لسه عامله فيلم عن هذا الوثائقي اللي اجري اللي عملوه قاده اساتذتي من قاده قوات مسلحه اللي حصلوا المعركه العمل ده وقدروا ينجزوه وقدروا يحققوا الملحمه التاريخيه اللي بتقول بترجم حقيقه الواقع ده وتقول للعالم كله ان مصر الحمد لله لا نجزه تمتلك من المقاومات افراد ومعدات وعتاد مرتبط باراده وعقيده. واغلى كنز عندها هو المصري. نرجع بقى للانعكاس ده على الوقت الحالي اللي احنا فيه وناخد نستفيد منه ايه. انا النهارده في 73 كان استحاله ان انا احقق هذا الانتصار، يبقى كان لازم اجمع معلومات كويس من خلال يعني تجميع داتا عن كل حاجه في المنطقه، واهم حاجه كان سلاح المعلومات. كل ما المعلومه يعني اكتمال المعلومه والوعي والادراك بيها، يعني ما عندي معلومه بس مش عارف استخدمها، والوعي والادراك بحجم هذه المعلومه وقيمتها وقدرها كان لازم يترجم الى جزء ثاني، ان انا استكشفت العلاج، يعني حددت المشاكل ايه هي وبالتالي استكشفت العلاج، العلاج اللي يجاب هذه التحديات او يجاب هذه المشاكل. طب وجود علاج، وجود مشكله، وجود حل ليها انا عارفه، في مع غياب اراده من الصعب المكان. هنا الاراده الحديه اللي تجلت في انتصار 73 وفي 10 رمضان النهارده او 93 بتترجم النهارده ثاني للمره الثانيه وبتقول ان انا في حجم معلومات، في رؤيه لاستشراف العلاج لهذه المشكله اللي ترجمتها المعلومات، اراده حديه بتنفذ هذا الكلام. عشان كده في خضم التحديات اللي بتقابلني في المحيط الاقليمي لا زلت الحمد لله يعني بقدم وناجح وماشي، وده وعي القياده السياسيه الحاليه اللي بتاكد وتترجم كل النقاط دي الى ارض الواقع. بنقول ايه؟ احنا كان عندنا مشكله ايه؟ عرفناها. علاجها ايه؟ اهو قللت المجهود، قللت الوقت، قللت المصاريف، قللت الخسائر باقل الامكانيات، حققت الهدف. طيب في اراده التنفيذ بقى اللي تجلت من 3 سنين لسنه، اعمل نفذ من 3 سنين لسنه، اعمل كذا 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 كذا. نفس الوقت الاخر متربص لي، انا في منطقه ملتهبه كل حدوده ملتهبه، انا ازاي بعمل الكلام ده في ظل هذا الكلام؟ ده بحقق نجاح اقتصادي يعمل لي كورونا، كورونا تخلص الحرب الروسيه الاوكرانيه، الحرب الروسيه تخلص الطوفان الاقصى
ومترتب عليه من اثار سلبيه على الاقتصاد المصري والاقتصاد العالمي كله. اذا ملحمه من الملاحم احنا بنجابها بكل السبب وكل الغاز. ده دلاله على ان مصر مستفيده جدا وقادتها مستفيده جدا وادارتها مستفيده جدا ونظامها السياسي مستفيد جدا من انعكاسات الحرب 73 وحرب على 10 من رمضان اكتوبر 93. كل ده مترجم للواقع داخل الدوله المصريه. نشكرك يا فندم لواء عادل العبده الخبير في الاكاديميه العسكريه المصريه، شكرا جزيلا لحضرتك. ربما يعني اوضحت لينا اهميه الاحتفال بالعشر من رمضان، اتكلمت معانا عن كيف كان المواطن المصري والمقاتل المصري هم يعني عماد هذه الحرب، ما كانش فيه فرق بين مسلم او مسيحي، ازاي صمدوا في وقت حر وفي وقت الصيام، وازاي قدروا ان هم يعني يجابهوا جيش قيل عنه انه جيش لا يقهر. شكرا جزيلا لك يا فندم مره ثانيه. اهلا وسهلا. شكرا لحضرتك.